بركان الغضب الشعبي البحريني تفجر شررا على نظام حكم عائلة آل خليفة الفاسدة صبيحة يوم الذكرى السادسة لانطلاق ثورة الرابع عشر من فبراير المجيدة، ومع عروج الأرواح الطاهرة لستة من الشهداء إلى الملكوت الأعلى بعد أن سفك الخليفيون دماءهم لا لذنب ارتكبوه سوى انتمائهم لهذا الشعب الأبي الرافض لحكم الدخلاء الغزاة. عاصمة الثورة سترة كانت سباقة في التعبير عن غضبها على الطغمة الخليفية الحاقدة، عندما طافت أرجاءها مسيرات الكرامة والثأر التي هتفت بسقوط الحاكم الخليفي وتعهدت بالثأر لشهداء المقاومة الحسينية. مرتزقة الساقط حمد الأوباش تصدوا للمتظاهرين وأفرغوا عليهم نيران حقدهم عشية ذكرى الثورة، لكن الثوار ردوا على المرتزقة في يوم الثورة بألسنة اللهب التي أحاطت مركزهم، فيما تعالى دخان الرفض والاحتجاج عاليا في سماها. وليس بعيدا عن سترة دارت مواجهات عنيفة بين قوات المرتزقة الخليفية والمقاومين في بلدة العكر المجاورة الذين صدحت حناجرهم بشعار إسقاط حكم العائلة الخليفية الفاسدة، فيما استقبلت البلدة الصامدة ساعات الصباح الأولى ليوم الثورة بتفجير اسطوانة غاز أرعب صوت انفجارها المرتزقة الخليفيين الجبناء، فيما لاحق الثوار المقاومون أشباه الرجال من المرتزقة الذين تجرأوا على الترجل من مركباتهم. أجب على ذلك، أجب علي. وأما النويدرات بلدة القائد الملهم عبد الوهاب حسين فكانت على الوعد، إذا أعلنت العصيان المدني على الحاكم الخليفي كباقي بلدات البحرين وأغلقت المحلات أبوابها، فيما قمعت قوات المرتزقة المحتجين بقنابلها الغازية التي ألقتها على المقاومين الذين عاهدوا الأستاذ على المضي في طريق الثورة الذي سار عليه وحتى تحقيق الهدف المنشود باجتثاث نظام الحكم الخليفي. بني جمرة بلدة الشهيد الغسرة كانت ملتهبة منذ مساء يوم أمس الذي شهد مسيرات احتجاجية وقعت خلالها صدامات مع قوات المرتزقة الخليفية، وكان الوضع كذلك في كل من الدراز وعالي بوري والدير بربار والبلاد القديم والسنابس التي أصيبت فيها امرأة مع طفلها برصاص الشوزن الذي أطلقته قوات المرتزقة، فيما جدد الثوار ذكرى الشهيدين علي مشامع وحسين الجزيري. بلدة المعامير شهدت في الجولة الأولى من احتجاجات العصيان المدني صدامات مع قوات المرتزقة المدججة بالأسلحة التي استخدمت وكعادتها الغازات المسيلة للدموع لمواجهة الثوار المقاومين الذين أقضوا مضاجع آل خليفة وأعيوهم. ودارت اشتباكات في كل من شهركان وبوصيبع، فيما شهدت بوري مسيرات تشييع رمزية ضخمة استهدفتها قوات المرتزقة بسلاح الشوزن مما أدى إلى وقوع إصابات. بلدات المصلة وإسكان جد حفص وكرزكان وسند شهدت ومنذ ساعات الصباح الأولى إغلاقا لشوارعها وللمحلات التجارية بالتزامن مع العصيان المدني احتجاجا على تمادي آل خليفة وطغيانهم وسفكهم للدماء وإصرارهم على مواجهة الشعب في معركة خاسرة سيدفع الخليفيون ثمنها عاجلا أم آجلا. ودخلت بلدات أبو قوة وسار وسهل الشمالية والديه في صدامات مع عبيد آل خليفة من المرتزقة في صبيحة اليوم الأول لذكرى الثورة. حراك ثوري عم أرجاء البحرين يثبت بأن الثورة ما زالت في أوج قوتها وعنفوانها، وأن بطش الخليفيين وأساليبهم الدنيئة فشلت في كسر إرادة هذا الشعب الذي قرر أن يسلك طريق المقاومة وحتى يأخذ بثأر شهدائه
ويقتص من عائلة آل خليفة، وفي مقدمتها رأسها الفاسد حمد الخليفة. هذا العبد لأسياده البريطانيين والأمريكيين، والأسد على أهل البحرين الأصليين. لكن يومه اقترب بسواعد الأبطال، وساعة زوال حكمه قد أزفت، فالملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. وهل هناك أظلم من هذا الحاكم القزم الذي باع سيادة البلاد واستقلالها، ولطخ أيديه بالدماء الزاكية من أجل ديمومة عرشه الذي سيغرق في بحر الدماء التي أراقها؟